مراحل وضعت رئيس مدير مع التجمع السيد الحريق الاسفي. هذه الحمله التاسيسيه اللي انطلقت اليوم من الاسفي تاتي في اطار قافله وطنيه حول السلامه البحريه اللي تنظمها قطاع السيد البحري مدير التكوين رجال البحر وانقاذ بريد. الهدف من هذه الحمله هو رفع من الوعي لدى البحاره الصيد الساحلي والصيد التقليدي حول اهميه وضروره استعمال وسائل الانقاذ الذاتيه، خصوصا اللي هذه الوسائل الذاتيه اللي هي صدرية النجاة، جيني سوفاج، قوافة، جهاز اتصال عبر الفياشيف، عاكس رادار، ليراد باليز. هذه الوسائل ضرورية استعمال لدى البحارة لأن الوسيلة الوحيدة للإنقاذ ديالهم أثناء الحوادث التي ستوقع في البحر. مجال التدخل ديال المعهد غادي يكون في ثلاثة الموانئ: ميناء جديدة، ميناء أسفي، ميناء الصويرة، وكذلك قرى الصيادين ونقط التفريغ التابعة لهذه الموانئ. البرنامج هو كيكون حول السلامة البحرية، تشمل جميع البحارة ديال الصيد التقليدي يعني قوارب الصيد، وكذلك البحارة العاملين في مراكب الصيد الساحلي دون استثناء، لأن السلامة هي مجال تخص جميع البحارة دون استثناء، وتوجه النداء للبحارة بضرورة الالتزام باستعمال وسائل السلامة الذاتية خصوصا في أثناء خروجهم بها. بلال الرادي ممثل غرفة الصيد البحري. بالنسبة لهذه الحملة اللي دارت الوزارة كنشكروا عليها الحمد لله، وحنا كنحبدوا الفكرة ديال هذا الشيء اللي جا في الوزارة، بأنه حنا خصنا احنا كرياس خصنا نمروا للبحرية كيفاش يلبسوا الصدريات الجديدة وكيفاش يخدموها وكيفاش يصوبوها، حيت هي صراحة الله بعد الصدرية الأولى اللي كانت كتضيق البحرية، كنديروها للبحرية وكتضيقوا من هنا ما كيخليش يخدم. بالنسبة للصدرية الجديدة زوينها صراحة الله، ماشي زعما شي حاجة اللي غادي بحال يقول لك ما نديرهاش، كاين عندها طرق جديدة، كاين عندها كيفاش كتستعمل البحري يبغي يخدم، سوي ديرها فوق من الحويجية ويربطها، هي هذا الشيء اللي كاين. وكنشكروا الوزارة وكنشكروا معهد الصيد البحري وشكرا. معكم ليمان عباس، أستاذ تكنولوجيا الصيد البحري، مقطر ومرشد بحري. الآن كنتواجدوا في ميناء مدينة أسفي من أجل الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية التأسيسية لفائدة البحارة، وذلك لأهمية حثهم على ارتداء صدرية نظرا للأهمية حفاظا على الحياة ديالهم. فارتداء الصدرية هو حماية ومسؤولية للجميع. من هذا المنبر هذا كنقول بأن تطبيق القانون فهو واجب ومؤكد حفاظا على سلامة البحار، على الموارد البشرية. وتحية الشكر لجميع المواقع الإلكترونية التي حضرت وواكبت هذه الحملة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.